أزهر اللون، يعني لون بشرته أزهر اللون أي أبيض مشرب بحمرة، لأن البياض الأمهق يعاب زي الأبرص كده، لم يكن أبيض أمهق، البياض الأمهق يعاب والحمرة الزائدة تعاب، يبقى كأنه زي الديك كده يعني يعاب برضه. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ من كل صفة جمالها، فأخذ البياض المشرب بالحمر. مهم الحكاية دي، لأن نص العلماء أن من قال أشهد أن محمد رسول الله وظن أنه أسود اللون يكون كافرا، لأنه قد آمن برسول غير سيدنا محمد. شوف قد إيه بقى الصفات دي مهمة حتى لتحقيق صورة النبي في ذهنك. يعني من اعتقد أن سيدنا محمد رسول الله هذا ولد في غير مكة، وأنه كان أسود اللون، وأن شعره كان على غير الصورة هذه، يبقى ده مؤمن بواحد اسمه محمد آخر غير اللي أرسله ربنا. واضح؟ فلابد أنك أنت تعرف صفة النبي عشان يكمل إيمانك عندما تقول أشهد أن محمد رسول الله، تعرفه على طول، تبقى عارفه النبي القرشي العربي الزمزمي التهامي المدني، أزهر اللون أسود الشعر عظيم الهامة أدعج العين، بين لا هو مربوع ولا هو قصير بل هو إلى الطول أقرب. كل دي صفات للنبي لابد تعرفها، عشان لأن افرض عرض عليك النبي تعرف هو ده نبيك على طول، هو ده النبي. يقال إن كل إنسان في قبره عندما يسأل ماذا تقول في هذا الرجل، فيكشف له فيرى صورة النبي، لأنه مش هيقول له أنت بتقول إيه في ده، بيقول له في سؤال القبر ماذا تقول في هذا الرجل، كأن هذا الرجل ده صورته هتكشف ليك وأنت في القبر في سؤال القبر. فاللي عارف صفة النبي يشوفه ده محمد رسول الله على طول، يقوم ينجح في السؤال. إنما اللي مش عارف صورته يقول ها ها، زي ما النبي قال في الحديث كده يقول ها ها، كنت أقول قولا مع الناس ونسيته، فما يعرفوش فيفشل في الإجابة. أزهر اللون يعني أبيض مشرب بحمرة، في روايات أسمر اللون، والمقصود بأسمر اللون في لغة العرب هو الأبيض المشرب بحمرة أيضا. يعني في رواية جابر في وصف النبي قال أسمر اللون، أسمر اللون بمعناها برضو أزهر اللون.